جميله جدا اللي المفروض كلنا اهم كمان من احنا نستنى فقره الاكل ان احنا نستنى الفقره دي، علشان اي حاجه حضرتك بتاكليها ليها فوائد وليها اضرار، فاحنا عايزين ناخد الفايده بس، وزي ما بنهتم بالاكل نهتم كمان بالشكل. منوراني النهارده خبيره التغذيه العلاجيه الاستاذه مها عطوه عشان تكلمنا في الموضوع ده ونسالها بقى ونعصرها اسئله، وهي ما شاء الله عليها شطوره وبتجاوب على كل حاجه. حبيبتي منوراني. منوره بيكي يا قلبي. عامله ايه؟ الحمد لله وحشتيني قوي والله. حبيبتي انت اكتر والله، تسلمي لي يا روحي. بصي بقى دلوقتي انا دايما بيجي لي اسئله سواء على البيج عندي او هنا على الشانل على سؤال اكله العيله، يعني دايما بيقولوا لي انتوا ليه مش بتعملوا اكلات دايت؟ انتوا ايه حكايتكم محمر ومشمر زي ما بيقولوا حلويات، وعمالين تقولوا ان احنا لازم نهتم بالايه بالشكل زي ما بنهتم بالاكل. طبعا واضح كده ان هم لازم يكملوا الفقرات كلها علشان يعرفوا ان احنا زي ما بنعمل الاكل ده بنعرف ازاي ان احنا ناخد فوائده ونشيل اضراره وكمان نخس، رغم ان احنا بناكل اكل البيت. طبعا انا مش متخصصه، فحضرتك متخصصه اكتر، قولي لي ازاي ناكل اكل البيت وازاي ناكل حاجات فيها دسم وفي نفس الوقت ان احنا نخس مش محتاجين نظام غذائي معين. تمام. هو احنا المفروض عشان احنا بنعمل اكل ده احنا بنيجي عاملين الاكل، يعني بنحاول نغري الناس او بنعملهم الاكلات اللي احنا ما بنعرفش نقاومها، لان احنا معانا الحل اللي هو اللي يخليكم الناس اللي مش قادره يعني تقاوم الاكل الجميل اللي بتعملوه. طبعا اكيد مش كل الناس هتبقى عايشه يعني عايشه على دايت، اكيد برضو بنبقى عايزين ناكل اكلات تانية، فاحنا معانا حاجات مساعده. المفروض الحاجات دي بتخليني اكل كل اللي انا عايزاه ده، بس في نفس الوقت وزني مش هيزيد لان انا الكميه بتاعتي هتبقى قليله من اي اكل انا هاكله مهما كانت السعرات الحراريه كبيره. انا باكل منه كميه قليله، فبالتالي وزني هينزل، مش يعني اي حاجه بناكلها الكميه هي اللي بتفرق في السعرات برضو. فاحنا معانا الكورس النهارده. الكورس ده بيعمل ايه؟ بيسد لي الشهيه فبيخليني اكل كميه قليله، وفي نفس الوقت حرقي بيزيد من غير ما اعمل اي مجهود، وكمان بيثبت معايا الوزن، غير ان هو بيعمل كمان بيركز على مناطق دهون. فممكن اتكلم لك عن كل حاجه بتعمل ايه؟ يا ريت ارجوكي، علشان بجد الناس مش بتبقى مستوعبه يعني ايه اكل حاجه فيها زيت وسمنه وحلويات وازاي هخس، مش مثلا وزني هيثبت. انا اكلت كميه قليله، طب انا مش بخس، لا انا عايزه اكل اللي انا في نفسي بس اخس في نفس الوقت. ايوه طبعا. احنا الكورس اهم حاجه او اول حاجه ان هو مصرح من وزاره الصحه عشان الناس تطمن. فطبعا هو عباره عن ايه؟ الياف، يعني احنا المفروض بنقول في الاكل ان احنا ناكل ان احنا ناكل يعني الياف في اكلنا، وهو اصلا عباره اول هو بيكون من ثلاث حاجات، والثلاث حاجات كل حاجه فيهم بتلعب لي على حاجه معينه من اسباب السمنه اللي بتسبب السمنه. يعني تمام. اول كورس اللي هو الاناسيليوم هو الكورس الاساسي بتاعنا، جايبينه من مشتق اسمه يعني من قشور السيليوم. قشور السيليوم دي الياف طبيعيه، هي معموله في كبسول بتركيز معين، يعني بناخدها الصبح قبل الفطار، هو مش دواء هو اعشاب يعني الياف، بتزيد مع الميه، فبشرب كوبايتين لثلاثه ميه فبتملالي المعده، بتعمل لي بدل ما اروح اعمل عمليات واعمل مش لا دي يعني بديل العمليات اللي هي تكميم وبالون المعده بس بطريقه طبيعيه. على فكره انا شفت كورسز بيعملوا مكتوب عليها اناسيليوم برضو، بس هي باودر تيجي تحطيها في الميه على ما تعملي في المعلقه كده بتلاقي جيلي، فقرفت اشربها. طب ليه يا جماعه بنعملش كده؟ احنا عاملينها في كده في كبسول عشان طعمها وعشان في نفس الوقت استفيد بيها اكتر في معدتي. بالظبط. دي اول حاجه. وكمان في نفس الكبسول الاناسيليوم دي فيها توت بري، دي بتزود لي حرقي عشان لو انا مش بتحرك، لو انا نظام حياتي مش عارف يعني ما عنديش حركه كتير، ما عنديش وقت ان انا العب رياضه، لان احنا طبيعي عشان نحرق السعرات اللي احنا بناكلها، لا دي بتحرق لي وانا قاعده في مكاني. دي اول حاجه الاناسيليوم. وتاني حاجه بقى الماجيك بوكس، ده مهم جدا، وعايزه اقول لك في ناس يعني بتحتاجه اكتر من ان هي تعمل دايت، ان هو الناس اللي بتنزل في الوزن وبتلاقيها برضو في الاخر انا نزلت بس المناطق اللي مضايقاني ما نزلتش، يعني انا جسمي تعب وكل حاجه بس الدهون دي عندي متكتله دهون ثلاثيه. مش اللي بيخس المفروض انه الحتت التخينه بتخس؟ ولا في انظمه او في ادويه او في حاجات لا ما بتترجتش الدهون العنيده؟ لا طبعا، انا لو خسيت بالدايت العادي اصلا المناطق دي بيبقى فيها خلايا دهنيه اكتر. تمام. فعشان تنزل معايا لازم اكون خلاص نزلت قوي وشكلي بقى تعبان عشان تبتدي هي اخر حاجه تنزل. فالكورس يعني بقى بيساعدني. تحسي مثلا ان انت لو المفروض تخسي 10
ده الطبيعي عشان تبقي مثلا طولك عشان معوز اوصل لاخسة ان انا انزل 20. المنطقه اللي مضايقاني ابقى هيكل عظمي عشان ايه، ابتدي بقى دي بعد ما جسمي كله ينزل، دي تبتدي تنزل اخر حاجه وممكن ما تنزلش اصلا. بس ايه بقى الكورس بيعمله هنا؟ الماجيك بوكس بقى بيركز لي على الدهون دي، هو في مانجو افريقي وجرس وكم وكم جارسينيا كامبوجيا وقهوه خضراء، كل دي مضادات اكسده كمان بتساعدني، بتديني نضاره يعني للبشره وكده، وفي نفس الوقت بتركز على الدهون اللي هي الموضعيه دي وبتنزلها معايا، بتنزل عن طريق يعني كاني بحرق الدهون العاديه مش الدهون اللي هي الثلاثيه دي. حلو. تالت حاجه معانا اللي هو الفينيل، الفينيل ده بيثبت معايا الوزن بحيث ان انا اوصل يعني اما كمان خلصت بقى اما خلصت ده لما خلصنا وغير كده كمان الماجيك بوكس الاكل اللي انا اكلته لو في كميه دهون ما بتمط يعني الجسم ما بيمتصهاش، يعني بتنزل عادي يعني بياخد الدهون ما بيخزنهاش في الجسم وبتنزل برضو عن طريق الاخراج الله. عادي يعني انا يعني الداخل بحرقه والموجود حلو. بيتحرق يعني اللي انا باكله بس دسم مش بيدخل في جسمي ما بينزليش منه. ما بينزليش وكمان بيحرق لي اللي اوريدي موجود وبيحرق وكمان على المناطق اللي هي العنيده. حلو. تالت حاجه الفينيل بقى اللي بنثبت بيه الوزن بعد ما نوصل، لان معظم الناس اللي بتعمل دايت لا مش عارفه اول ما ببطل دايت برجع ايه وزني يزيد، لان انا كنت يعني حارمه جسمي، انا مش حارمه وفي نفس الوقت باكد وبثبت بالفينيل. حلو قوي. تمام. فبنوصل للوزن ما بنرجعش بقى لوزننا او نرجع نزيد في الوزن زي ما بيحصل في اي طريقه دايت عاديه. تمام. طيب قولي لي بقى كده انتوا جايبين لنا ايه النهارده معاكم؟ شفتي لو كنتي صورتي كنت لسه طبعا ما اقدرش اجي من غير عروض وهدايا. النهارده معانا ثلاث عروض وثلاث وثلاث هدايا. أيوة. اول كورس اللي هو كورس الشهر عاملين عليه عرض 40% وكمان معاه كريم للبشره بيديني نضاره وفيتامين دي. تاني عرض معانا اللي هو عرض الشهرين الاناسيليوم والماجيك بوكس، ده عاملين عليه تخفيض 50% ومعاه كمان كريم لشد الترهلات برضو بندهنه عشان الدهون الثلاثيه والستريتش ماركس والسيلوليت والحاجات اللي بتيجي بعد نزول الوزن دي. حلو. معاه كمان فيتامين دي. تمام. تالت كورس اللي هو الاناسيليوم والماجيك بوكس والفينيل، ده عاملين عليه تخفيض 70% وكمان معاه كريم شد الترهلات وفيتامين دي. التواصل بيبقى سهل عن طريق الارقام اللي موجوده دلوقتي معانا على الشاشه، سواء اتصال عادي او واتساب او عن طريق صفحاتنا وان دايت ودايت لايف. وكمان يعني فوق الهدايا دي والخصومات معانا كمان المتابعه بتبقى مجانيه واسبوعيه والشحن بيبقى مجانا لكل محافظات مصر. يعني الارقام اللي ظاهره على الشاشه دي دلوقتي بنتصل. بتصل بيها فون او واتساب او من خلال الصفحات اللي اللي حضرتك قلتي عليها. أيوة. وان دايت ولايف. ايوه وايه وان دايت ودايت لايف. وان دايت ودايت لايف. ادخل اكتب انا محتاجه ايه، هيسالوني اسئله هرد عليها هيحددوا لي. أيوة. الفريق امتجي. الطبي. ونفس الرقم ده حضراتكم هتتواصلوا معايا عشان تسالوني وزنتي نفسك طولك كام عندك امراض ايه والحاجات الحلوه دي. ايوه صح كده. اي سؤال انا عايزه اساله الفريق الطبي بيرد عليا باي سؤال، يعني من غير ما اعمل متابعه انا بتابع وانا موجوده في البيت. يعني حضرتك عايزه تقولي يعني كأن الدكتور موجود معايا في البيت، مش محتاجه اروح استنى في عيادات ولا اي حاجه، انا موجوده قاعده في البيت، الدكتور موجود معايا في البيت، الفريق الطبي كلهم دكاتره تغذيه وبيدوني الكورس المناسب وبيردوا عليا لحد ما اوصل طبعا للوزن اللي انا عايزاه. اصل صحيح، اصل دكتور الدايت او خبير التغذيه العلاجيه مش بيكشف عليا، هو عايز يعرف عني معلوماتي، السي في بتاعي المرضي مثلا، الدنيا عامله ازاي، وبالتالي يبتدي هو يشخص مثلا ايه الصح ايه الغلط، تاخديه ازاي ما تاخديهوش ازاي. أيوة صح كده. طيب قولي لي بقى، المقبله على الزواج وفاضل لها شهر وتخنانه كتير، يعني مثلا هي المفروض تكون 65 هي مثلا فوق ال 80 دي، تلحق تعمل حاجه في الشهر ده ولا الكورس طبعا حلو وكل حاجه بس الموضوع مش للدرجه دي؟ لا طبعا هي تلحق لو هي وزن يعني لو وزن كبير قوي على الاقل، انا لو نزلت حتى ال 10 15 كيلو دول ولو هي كمان ساعدتنا فممكن تنزل اكتر منهم، احنا بندي يعني متوسط لنزول الوزن ده من غير اي حاجه ممكن تنزل 10 15 كيلو في الشهر. لو هي عايزه اكتر من كده، عايزه تاخد معاها نظام، عايزه تعمل اي حاجه تانية، بتنزل اكتر في الوزن. بس مجرد ما انا نزلت 10 15 كيلو ده وزن كبير جدا وهيفرق جدا معاها، وبعد كده بقى ممكن تكمل عادي لان هو اعشاب طبيعيه مش هيعمل لها اي حاجه ابدا. يعني ممكن هي خلاص يعني في الشهر ده تكون نزلت مثلا من 10 15 كيلو، ده وزنه برده كبير جدا، ده في ناس ما بتعرفش تنزل كيلو في اسبوع او في شهر كمان. عشان الحرق ضعيف ولا عشان ايه؟ عشان الحرق ضعيف، عشان في مقاومه انسولين، عشان في ادويه مثلا بناخدها، الحاجات دي كلها يعني في ناس بيحصل لها ثبات في الوزن. أيوة. فانا بزود الحرق وبخلي عندك الشراهه دي بتقل شويه، كل الحاجات دي برضو بتساعدني ان انا وزني ينزل بطريقه سريعه وصحيه.
طيب دلوقتي ليه بلاقي ناس رغم انها عامله تكميم مثلا محتاجه تخس 40 كيلو بتخس بتاع 10 ومش عارفه تكمل ال 40 وبتبقى دافعه رقم كبير جدا وبيقف الموضوع عند ال 10 كيلو دول اللي هم تقريبا بيبقى ثلاث ارباعهم ميه. مع ان معدتها صغرت جدا ليه مش بتخس؟ يعني ايه اللي ناقص عندها عشان تخس؟ وهل الكورس هنا لو انا حتى عامله عمليه تكميم ينفع لي ولا لا المفروض ما تكونيش عامله حاجه خالص؟ هو ده سؤال حلو لان في فعلا حالات قعد يعني في ناس في نفس الوقت عاملين العمليه ناس نزلت وناس جه وزنها ثبت رغم ان هي طبعا احنا عارفين تحويل المسار ده ان هو بتاكل والباقي كله يعني يا بيخرج او عن يعني بترجع لو كلت اكتر من كده. نهار ابيض في ناس مثلا يعني انا ممكن اكون اصلا لسه عايز اكل بس خلاص معدتي ما فيش معده تقريبا يعني فالزياده اللي اكلتها بتبقى خلاص حاسه ان هي عايزه ترجع فبترجع الباقي والباقي طبعا ايه هو بتاخد بس 30% من يعني ما بيوصلهاش حاجه غير ان كل الفيتامين في جسمها. طبعا انا دلوقتي عملت العمليه دي فطبعا يعني مثلا الفيتامين دي ناقصه ده اصلا بيخلي لي الحرق يقف في حاجات كتيره لو الفيتامينات يعني حتى الناس اللي مش شرط ان انا عندي مثلا انيميا ببقى رفيعه معظم الناس اللي اوزانهم كبيره بيبقى عندهم نقص حديد فكل الفيتامين دي لما بتنقص طبعا لان ما بستفدش اي حاجه لما يعني مجرد ما اعمل العمليه دي فوزني بيثبت لكن احنا ما بيحصلش معانا الكلام ده لاننا مش عامله اي حاجه في الجسم مش شايله معده مش شايله جزء من المعده مش لاغياها تماما وفي نفس الوقت باكل اكل طبيعي وكمان معانا الفيتامين اللي احنا بنديها دي زياده بس هو انا ما بيحصليش اي حاجه لان انا باكل اكل طبيعي عادي جدا فبيحصلش اي حاجه في يعني ليه مع الكورس اللي حضرتك بتقولي عليه بعرف اخس 10 و20 و30 وليه العمليات اخرهم في ناس مش كل الناس 10 او 15 مش عارفين يكملوا الرحله دي رغم ان هم معدتهم بقت قد كده يا اما حرق وقف يا اما حصل له نقص في الفيتامين احنا برضو عندنا يعني الحرق بيزيد يعني انا عندي حاجه بتزود لي حرقي وفي نفس الوقت ما عنديش حاجه يعني بتخليني ان انا يحصل لي نقص في الفيتامين ايوه اللي هو وكمان دي طريقه طبيعيه غير ان انا مش لعبه في اي حاجه في جسمي مش تعبانه فكل الحاجات دي برضو بتساعدني ان انزل بطريقه طبيعيه غير لما اكون عامله حاجه او تعب جسمي تعبان برضو التعب ده بيخليني برضو معرفش انزل يعني بطريقه طبيعيه فطبعا الحرق معانا بيبقى بيزود الحرق حتى لو انا الحرق عندي وقف وفي نفس الوقت ما بيحصليش اي نقص في الـ في الـ في الفيتامين لان انا باكل بنفس الطريقه اللي كنت باكل بيها. طيب حضرتك بقى جايبه لنا دليل على كلامك ده من خلال الصور اللي الناس المفروض بيفور كانت ازاي وافتر بقت ازاي. يلا يا جماعه نشوف الصور معانا اللي هي الحالات اللي كانت تخينه وابتدت انها تخس. عندنا دلوقتي الحاله دي ما شاء الله ده كان 90 كيلو بقى 65 كيلو تمام نزل 25 كيلو في شهرين ونص ده بقى من الحالات اللي بتبقى ايه يعني مثلا هو مجرد ما اول تقريبا نزل 10 او 15 كيلو ابتدى بقى عايز انا عايز يعني اعمل مجهود بدني عايز ابتدي بقى حسيت ان انا وزني نزل فبيساعد بيطلب مثلا في ناس بتطلب مننا كمان هي عايز تعمل كمان نظام عشان يبقى شكل جسمها احلى وشايفه شكل جسمه اصلا الدهون اللي موجوده في البطن والتثدي والدراعات مش موجوده والشكل الناحيه الثانيه رياضي مفيش اي ترهلات ولا في اي حاجه من غير رياضه يعني الحاله دي كده خست لا الحاله دي يعني هو في طبعا حالات بتخس من غير رياضه بس بقول لك في حالات كمان بتبقى عايزه تلعب ده من الحالات اللي لعبت لان طبعا انا وزني نزل فبالعكس دي حاجه بتسهل لي ان انا العب بطريقه احسن يعني عايز يعمل شيب يعني لجسمه يبقى فت وكده. طيب اوكي عايزين بقى نشوف الحاله اللي وراها دلوقتي عندنا هو قبل كان 85 كانت وبعد بقت 65 دي نزلت 20 كيلو ده في شهرين في شهرين يعني كل شهر بالظبط 10 كيلو بالظبط 10 كيلو ده حلو قوي ان انا اخس 10 في 10 عشان المعتاد بتخسي 10 في 3 بقى خلاص الدنيا بتبقى قلت ده في كمان في اكتر من كده يعني هو بنقول من 10 ل 15 كيلو شكل الجسم اختلف تماما يعني حتى طريقه اللبس شايفه جسمها والدراعات وكل حاجه فيها هي بجد هي دي هي دي الماجيك بوكس بقى شايفه بينحت لي الجسم يعني عامله كانها عامله عمليه نحت بالظبط ما شاء الله انا بعمل عمليه نحت وبنزل وكل حاجه بطريقه طبيعيه وباعشاب طبيعيه وكمان مصرحه من وزاره الصحه مش الحاجات اللي هي مجهوله المصدر لا وبتلبس اللي هي عايزاه دلوقتي خلاص طبعًا. مش بتبتدي بقى تحبس نفسها في الالوان والموديلات اللي هي مش عايزاها دلوقتي ده اللي كان 110 بقى 80 كيلو 30 في 3 برضه برضه يبقى معدل 10 كيلو في الشهر ايوه
ده ما شاء الله، دي الحالات دي بجد حضرتك طبعا وبجميع الفريق الطبي اللي معاكي بيبقوا فرحانين جدا بيهم، ولا هم عارفين ان ده العادي وما بت يعني بتشجعوهم برافو ولا عادي؟ طبعا بنفرح وبنشجعهم وكده، لان دي برضو يعني ان انا اكمل في حاجه برضو حتى لو هي سهله. في ناس بتكسل اصلا حتى تقول لك انا عايزه انزل، هي عايزه انزل بس انا مكسله اعمل اي حاجه. بس هو في ناس حاولت، يعني في مثلا حاله من الحالات حاولت تجرب وكانت بتجرب، ولسه كانت امبارح مكلمانا كمان عندها كان مقاومه انسولين، ومقاومه الانسولين دي صعب ننزل فيها فعلا، قعدت شهر عشان تنزل نص كيلو. يعني ايه مقاومه الانسولين؟ يعني عندها انسولين سكر؟ لا، بيبقى قبل مرض قبل السكر، يعني بتبقى مقدمه لمرض السكر. بتلاقيها على طول عندها شراهه كبيره للسكريات، بيبقى مثلا في غمقان في مناطق معينه، بتلاقي منطقه البطن دي يعني بتبتدي تزيد، ففي علامات كده معينه. والوزن ما بينزلش مهما تعمل. قالت تجرب، هي من فرحتها بجد مش مصدقه والله العظيم، نزلت 20 كيلو في شهرين. كانت قعدت شهر عشان تنزل بس نص كيلو، وكانت بتجرب قبل كده. اللي هو قالت لان مقاومه الانسولين دي يعني يعتبر ما فيش زي الغده الدرقيه اللي ما بتحرقش دي، وزي الكسل التام في الفروة. غير الشراهه طبعا اللي ما نعرفش نتحكم فيها. فطبعا الحمد لله، وكانت بتعمل دايت عايزه اقول لك، وزنها نزل 20 كيلو في شهرين بالظبط. يعني حضرتك عايزه تقولي ان الكورس ده هو اعشاب طبيعيه ومصرح من وزاره الصحه، وكمان نقدر ناخده للناس اللي عندها مشاكل، ده بيساعدهم بالعكس. يعني انا هي دي دلوقتي كان ممكن لا قدر الله تدخل في مرض السكر، لان مقاومه الانسولين دي بعدها بيجي السكر من النوع الثاني على سن ال40 وكده. فدي طبعا هي لحقت نفسها، وزنها نزل، وفي نفس الوقت يعني حمت نفسها من مرض كان ممكن تدخل فيه زي السكر لا قدر الله. يعني عايزه تقولي لي ان الكورس بتاعنا ده علشان هو اعشاب طبيعيه ومصرح من وزاره الصحه، علشان كده اللي عنده امراض من النوع ده هو بيعلي له الحرق، وكمان ما يدخلوش في امراض تانية، وممكن كمان مع الادويه اللي بياخدها يساعده فعلا. ان برضو حتى الناس مريض السكر اصلا برضو بيبقى عنده شراهه، فده برضو بيساعده انه انا مش عمال اخد ادويه وانا في نفس الوقت برجع اكل اكلي، فده يعني بيزوق معايا الحاله اكتر. أيوة. فانا لما اقلل اكلي ووزني ينزل بالعكس بساعد ان معظم الامراض اللي في جسمي، انا مش بس بخس، لا انا بحاول ابعد نفسي عن الامراض. يعني انتم دلوقتي عايزين الرياضه تيجي من الداخل الانسان نفسه. طبعا عارفه انت لما تكوني على طول مرقباني كمان على طول اهم متبعاني. من الشكل طبعا. وبعدين في حاجه، انا ممكن يكون انا ابتديت دايت وانا عندي اراده. أيوة. اجي في الطريق ابتدي اتضايق واكسل فاكل تاني، فبطني مستوعبه ان انا اكل تاني عادي، كان كده زرار بدوس عليه بضيقها او بوسعها. أيوة. لكن من خلال كلام حضرتك واضح كده ان الكورس اوريدي بيصغر المعده، بيخليني انا نفسي مقفوله، وبالتالي كمان خلاص نسبه الاكل قلت، وكمان الحرق عالي. ايوه طبعا صح كده. طيب كل الناس بتخس بنفس المعدل ولا دايما او ساعات حالات استثنائيه، يعني اكسبشن كده بتلاقيها لا ده خس 5 في الشهر، ده خس 10، ده خس 15، في فروق فرديه بينهم ولا ايه؟ يعني الكورس بيتارجت الدهون العنيده عند كل الحالات وفي كل الاعمار، ولا في حالات كده اكسبشن؟ هو عامة بينزل لي طبعا وزن، بس بيفرق من شخص للتاني. يعني في ناس احنا بنقول مثلا ليه من 10 ل 15 كيلو في الشهر، لان يعني في ناس ممكن تنزل 10، ناس ممكن تنزل 9، بس هو بيبقى في الرينج ده من غير اي حاجه. وفي ناس بتنزل اكتر من اللي احنا قايلينه، لو هي كمان انا دلوقتي حاسه بشبع فبقيت قادره اكل الحاجات اللي ما كنتش قادره اقاومها، الشهيه عندي اتسدت، فابتدي ابدل اكلي باكل صحي، يقعد اكبر برضه، فيبتدي يعني الدهون اللي في جسمي تتحرق اسرع. يعني حضرتك بتنصحي ان دلوقتي وانا واخده الكورس احط طبق كبير وانا فعلا مش هعرف اكمله، ولا لا انت من الاول تحطي طبق قليل؟ يعني النصيحه بتبقى فين في الحته دي مع الكورس؟ هو انا حتى لو الطبق قدامي كبير انا مش هقدر اكمله. هو ده اللي انا عايزه اسمعه. بس انا بقول انه ايه، انه انا قدامي الاكل، انا احاول اكل الاكل الصحي عامه حتى في حياتنا، ما اكلش حاجه تديني طاقه مؤقته وبعد كده ارجع احس بالتعب تاني. اكل بقى الحاجات اللي هو اكل البيت العادي، رز، خضار، لحمه، اي الحاجات دي. هاكل بقى الحاجات السلطه والخضار والبروتين، وبعد كده ابتدي بالحاجات الثانيه اللي هي بتديني اللي هي النشويات والحاجات دي، نخليها في الاخر عشان مثلا لما يا ما ناكلهاش يا نوصل ان احنا خلاص شبعنا وناكل كميه بسيطه منها. طب لو انا شبعت ونفسي في حته حاجه حلويات، يعني ممكن اكلها مع ممكن الكورس طبعاً. ولا ليا يوم في الاسبوع زي النظام الدايت العادي؟ لا مش ليا، ممكن اكل عادي كميه قليله عادي، انا اصلا مش هقدر اكل. بس كمان معانا الحرق، احنا الحرق معايا بيزيد. يعني انت حرقك لو كان 1:4 لو 10:40، فاحنا الحرق بيزيد 4 اضعاف حرق الطبيعي ده، غير ان كمان الكميه معايا قلت في الاكل،
فانا يعني بعمل كده من الناحيتين، ناحيه بسد الشهيه وبزود الحرق، وناحيه تانية كمان بتحرق لي الدهون اللي صعبه كمان تتحرق معايا. فالكورس عشان كده بنقول عليه بيكمل لي، يعني هو يعني كورس كل حاجه بتعمل، يعني كل حاجه بيكمل لوحدها بعضها. بتكمل التانيه. يعني سبحان الله، ربنا خالق اعشاب طبيعيه بتعلي لي الحرق وبتخليني نفسي مثلا مسدوده، ولكن بنسب معينه وبموضوع مدروس عشان يدي النتيجه اللي احنا المفروض بنوصل لها دي. أيوة صح كده؟ طبعا صح. طب قولي لي بقى، لو حد كبير في السن نقول له لا ما انصحكش، يعني مش لدرجه انت دلوقتي راجل عندك 70 سنه ما ينفعش يعني تاخد كورس وحاجات كده وتابلتس وكده، لا لا انت قلل اكلك بس وخلاص، يعني انت كده كده عندك امراض كتير، مش معقوله اي حاجه هتقدر انها تتخطى كل الامراض اللي عندك دي وتخس. لا ده بالعكس، ده الكورس مناسب جدا ليهم، لان انا مثلا كبار السن دول ما اقدرش اقول له لا ما تاكلش وتاكل وكده، فهو بياخد بالعكس الكبسول دي بتخليه يعني بينفع لكبار السن، حتى اللي عندهم حتى الاطفال ينفع لهم، لان هو اعشاب طبيعيه بالعكس هينزل له وزنه. ومع لو عنده امراض برضو بناخدها مع ادويه، يعني لو هو عنده اي مرض يعني. ماشي يا حبيبتي، هنكمل كلامنا بس يا جماعه فاصل ثواني وراجع لكم تاني، استنوني. ورجعنا لكم تاني وعايزين نكمل كلامنا عن السمنه المفرطه والسمنه العاديه، وهنسال دلوقتي الاستاذه مها عطوه ونقول لها دلوقتي انا يعني احنا كنا متكلمين من شويه على الراجل اللي هو كبير في السن، وان ما فيش مشكله خالص ان هو ياخد الكورس ده، وان ده مش هيتعارض مع اي مرض، رغم ذلك يعني مش بس كده هو كمان ممكن يساهم في علاجه. طبعا صح كده. طيب لو انا مريض سكر عادي باخد دواء السكر بتاعي، والكورس ده ممكن ان هو يعدل لي مستوى السكر، ولا انا فاهمه غلط؟ ايوه، بيقلل سكر الدم اصلا. حلو. يعني انا مثلا مجرد ما اخدت يعني ده هو حاجه بسيطه برجع، في ناس اصلا خلاص السكر يعني هو طبعا بيرجع يتابع مع الدكتور بتاعه. أكيد. الدكتور بقى بتاعه يبقى في ناس بتبدل ادويه، في ناس بتفضل زي ما هي، في ناس بعد كده ما بتاخدش ادويه خالص بتاع السكر لو هي حاجه بسيطه، لان أيوة. السكر كان جاي له بسبب السمنه يعني. أيوة. سكر مرضي. طب دلوقتي احنا لو عندنا واحده او واحد عنده سمنه مفرطه ومش مستوعب يعني ايه هتخليني اقتنع من جوايا، او انا اوريدي ابقى شبعان ان انا مثلا اكل رغيف وانا متعود اكل 10، ان انا ما يعني ان انا لو كلت وقدامي الاكل ده كله انا متعود بخلصه، انا مش هعرف اخلص ربعه، ازاي تقدري تقنعيه ياخد الكورس؟ وايه اللي الكورس ممكن يفيد حالات الناس اللي هي اللي كل الناس بيقولوا لها لا انت 40 50 كيلو اوفر ويت لازم تعملي عمليه، نقدر نقول لها ان الكورس ده ممكن يفيدها بايه الحالات اللي هي الكبيره قوي في الوزن ده؟ لا طبعا انا اقول له كلمنا، بالعكس ده احنا كمان عاملين عروض وهدايا عشان الناس دي، يعني في ناس كانت متصله بالصدفه تجرب. يعني انا ما اقولش لنفسي انا مش هقدر، انت جرب الحاجات السهله الاول، قال لي ادخل نفسي في عمليات ما قدامي نفس المفعول بس بطريقه طبيعيه، ومش هيحصل لي الاثار اللي بتحصل بعد كده طبعا مع احترامي للعمليات. بس الناس دي يعني مجرد ما تكلمنا وتاخد الكورس، انت جربه بس اول مره، شوف هو هيعمل معاك ايه، شوف الحالات اللي بتخس معانا، يعني احنا برضو بنجيب حالات خست معانا، وفي ناس كمان بتتصل عشان تاكد ان انا نزلت في الوزن، وهم برضو ما كانوش مقتنعين. انا الناس اللي عندها شراهه دي، ما هو هينزل لي الوزن، هيسد لي الشهيه، هيحرق لي دهوني، واكيد هينزل في الوزن. فطبيعي لو انا حتى بجرب هبتدي اكمل عادي. في ناس بتقول لك اجرب مثلا كورس لشهر بيلاقيه عمل معاه مفعول، يبتدي بقى يكمل معانا وياخد كورس اكبر لان وزنه بيبقى اكبر. يعني الناس في حالات عندها سمنه مفرطه بتجرب معاك كورس الشهر بتاع ال 10 كيلو وهي المفروض تخس 40، تقول اجرب. ايوه تقول اجرب. فلما بتلاقي فيه مفعول تروح بقى مكمله، ان هي المفروض بقى تقول لهم خلاص انا عايزه كذا، مع انه المفروض انا اسال والفريق الطبي هو اللي بيقول لي انا وزني ده محتاج انهي كورس بالظبط. ايوه يعني انا المفروض ابقى امينه وانا بقول لك المعلومات، ما ينفعش اقول لك ايه اصل هي بتعمل كده ايه بقى، هي مستحيل تكون قالت لك انا عايزه اخس 4 كيلو وحضرتك اديتيها 10 بتاع ال 10 الكيلو اللي هو الكورس الاولاني. ما هو الكورس الاولاني لا، ممكن لو انا عندي لو انا عايزه انزل 4 5 كيلو بينزلوا برضو بقى، مش هيخليني، لان البنات اللي محتاجه 4 5 كيلو عمر جسمها ما هينزل بسرعه زي الاوزان الكبيره. ايوه تمام. فانا طبعا لو اخذت الكورس اللي بينزل غيري كميه كبيره، انا اللي عايزه انزل 4 او 5 كيلو هنزل بكميه قليله برضو، غير لما يكون عندي كميه ميه كبيره ودهونك كبيره، ففي الاول بنزل كميه كبيره قوي. فالكورس يناسب برضو اللي عايز ينزل 4 او 5 كيلو. طيب قولي لي بقى، احنا طبعا يعني انا حاسه ان الكورس ده مليان فوائد، وكمان يعني بيخليني اشبع وبيخليني حرق عالي. وكمان في الفيتامينز معاه والحاجات دي، انا حاسه ان هو هيبقى غالي قوي.
لا يعني خالص. يعني عايزين بس نشجع الناس ونبشرهم كده ان انتوا معانا. والله بالعكس احنا عاملين عروض حلوه جدا وهدايا والتخفيضات. عايزه اقول لك يعني اخر يعني مثلا تخفيض احنا واصلين لحد 70%. فانا تقريبا باخد الكورس الثلاث شهور ده ولا حاجه يعني. فاحنا عاملين عروض النهارده كمان. وطبعا لحد الساعه كام؟ عشان بجد كل يوم بسمع ساعه. قولي لي النهارده للساعه كام؟ هو النهارده لحد النهارده اول 100 متصل، مش لحد الساعه كام. 100 متصل؟ طب والله كويس الحمد لله. كتر خيركم يا جماعه. يفتحوها شويه يعني. بس طب اتفضلي كمان. معانا كورس الشهر عليه تخفيض 40% وكمان معاه هديتين اللي هو كريم البشره وفيتامين دي. كورس الشهرين طبعا. اول كورس ده بينزلني من 10 ل 15 كيلو. تاني كورس اللي هو الاناسيليوم والماجيك بوكس ده عليه تخفيض 50% ومعاه كريم شده ترهلات وفيتامين دي. ده بندهنهم اول استعملنا للكورس. ثالث كورس اللي هو كورس الثلاث شهور عليه تخفيض 70% اللي هو الاناسيليوم والماجيك بوكس والفينيل ومعاه كريم لشد الترهلات وفيتامين دي. التواصل سهل عن طريق الارقام طبعا اللي موجوده معانا على الشاشه او عن طريق صفحاتنا وان دايت ودايت لايف. والمتابعه بتبقى معانا مجانيه والتوصيل مجاني كل محافظات مصر. طبعا الكورس مصرح من وزاره الصحه عشان الناس تطمن، وكله اعشاب طبيعيه ما بيأثرش على اي حاجه في كميه الجسم، مش زي الحاجات طبعا المجهوله المصدر. فاحنا واثقين من منتجنا طبعا. طيب دلوقتي انا طلبت الكورس ووصلت لمرحلة حلوة، بس أنا خلصت الوقت اللي المفروض أخلص فيه الكورس والدواء نفسه خلص، بس الفينيل لسه موجود وأنا لسه عايزة أخس تاني. يعني مثلا خسيت 20 كيلو وفاضل لي 10 والفينيل معايا، أستنى بقى على الفينيل اللي هو بتاع تثبيت الوزن وابتدي إن أنا أطلب تاني بتاع أنهي بقى؟ مثلا أنا خسيت 20 يعني هو أنا عايزة أنزل برضو قد إيه؟ لأن برضو الفينيل برضو يعني بيحرق بينزل؟ لي كمان. بينزل يعني مش بس أنا بثبت وخلاص، هو يعني بيخليني بيحرق برضو معايا وفي نفس الوقت بيثبت لي الوزن. لو هي كمية كبيرة يعني وزن لسه كبير عايزه انزله، ممكن اطلب مثلا كورس شهر كمان واكمل بعد كده بالفينيل. يعني انا سؤالي دلوقتي، انا المفروض خلصت الكورس بتاعي خسيت 15 او 20 كيلو فاضل لي 10، اخد الفينيل برضو لل10 هينزلوا، ولا اطلب كورس تاني واخلي الفينيل في الاخر اثبت بيه؟ لا، هو الكورس لما انا باخد الثلاث شهور مش بينزلني 10 15 ده الشهر. الشهرين بينزلني من 20 ل 25 كيلو. تمام. والفينيل كمان بيوصلني كمان ل 30 35 كيلو. يعني انا بنزل وفي نفس الوقت بثبت وزني، يعني مش بس بيثبت لي الوزن وخلاص، لا بيحرق لي كمان بيخسس كمان. طيب ام اشرف معانا على التليفون، عايزه تقول لك على حاجه. الو. الو، السلام عليكم. اهلا وسهلا يا ام اشرف، منورانا يا حبيبتي. ده نورك. ازي حضرتك يا شفنا؟ الحمد لله يا حبيبتي. اتفضلي يا روحي الدكتوره معاكي. انا جربت، لا انا بصراحه انا جربت كورس الاناسيليوم واستخدمته وطلبت الاخت، انا جبت اللي هو الشهر قلت اجربه، لقيته بصراحه حاجه مدهشه. انت كان وزنك كام؟ انا قلت اجربه، انا كان وزني 125. وزنك 125 وطلبتي كورس الشهر. مين اللي يعني حضرتك اللي كنت عايزه كورس الشهر يعني، ولا الفريق الطبي؟ لا انا قلت، لا بصراحه انا قلت اجربه، بس لقيته جميل جدا والله. طلبت اختي اللي هو 3 شهور والله. طب حلو. ونزلتي قد ايه بقى مع كورس الشهر؟ 12 كيلو في الشهر. والله طب دي حاجه حلوه قوي والله. او ده اللي بنقوله بقى. مبروك والله. والله يعني اتصلي بقى وكملي عشان تكملي، لو عايزه تكملي الوزن يعني توصلي لوزنك اللي انت عايزاه. لان انا اصلا انا عايزه انزل ثاني. عايز تنزلي ثاني؟ طيب يلا كلمينا دلوقتي عشان احنا عاملين عروض طبعا عشان تلحقي تاخدي الكورس المناسب ليكي. ارجعي كلمي الفريق الطبي ويقول لك تكملي ازاي. طب يا ام اشرف قولي لي، انت حسيتي باي اعراض جانبيه وانت بتستخدمي الكورس ده؟ ولا اي حاجه. الاكل ده بالنسبه لي كانه مش موجود. يعني أحلى أكل أنت مش عايزة تاكليه؟ أحلى أكل وأشهى أكل ما كانش بالنسبة لي موجود. يعني أنت دلوقتي عشان كده عايزة تكملي مع الفريق الطبي في الكورس ده؟ بقى هكمل لحد ما أوصل للرقم اللي أنا عايزاه. ما شاء الله. عايزة تسألي على أي حاجة؟ لا خلاص، بس أنا بقول لحضرتك يعني شكرا. نورتينا يا أم أشرف. اسمعي الدكتورة هتقول لك إيه؟ هي ودي بقى الحالات اللي بنقول عليها، مش بقول في ناس فعلا بتبقى عايزه تجرب، بس يعني دي الحالات اللي احنا قلنا ايه، انا فاكر ان انا مش هنزل، فهي هو جربت اهو كورس كنت لسه بتقولي الكورس الشهر ونزلت، فهي بقى عايزه تكمل. يعني برضو من الناس اللي انا مش مصدقه ان انا ممكن حاجه زي كده تنزلني، فهي جربت كورس الشهر وانا ما كنتش متخيله بصراحه ان هو ينزلها يعني 12 كيلو. مع انها هي وزنها يعني لو كانت اخذت الكورس يعني على بعضه ان هي تاخد يوم ويوم كانت هتنزل كمان اكتر من كده.
فدي حاجه طبعا حلوه جدا. طب يعني قولي لها بقى العروض مستمره معانا علشان أيوة تشجعيها طبعاً. ان مش مثلا هي عشان طلبته مره فالعروض خلاص كده انت خدتيه مره سيبي غيرك يستفيد. عشان كده الحقيقه كلمينا علينا معانا عاملين النهارده 3 عروض. اول عرض اللي هو الاناسيليوم عليه تخفيض 40% ومعاه كريم للبشره وفيتامين دي اللي هو الاناسيليوم بينزلني من 10 15 كيلو في الشهر. عرض لشهرين اللي هو الاناسيليوم والماجيك بوكس بينزلني من 20 25 كيلو في الشهرين، معاه كمان هديتين كريم لشد الترهلات وفيتامين دي. وثالث عرض معانا الاناسيليوم اللي هو كورس الثلاث شهور الاناسيليوم والماجيك بوكس والفينيل عليه تخفيض 70% وكمان معاه هديتين كريم شد الترهلات وفيتامين دي. برضو قلنا كلمونا على الارقام اللي موجوده على الشاشه سواء اتصال عادي او واتساب او عن طريق صفحاتنا وان دايت ودايت لايف. المتابعه بتبقى معانا مجانيه والتوصيل مجانا لكل محافظات مصر. طيب قولي لي بقى دلوقتي انا خلصت الكورس وخسيت، نضمن منين بقى ان انا مش هتخن تاني وهفضل على وزني الحلو اللي انا وصلت له بعد اقتناع تام وبعد ما بقيت زي الفل بقى؟ ما هو احنا الكورس بقى فايدته في ايه؟ قلنا انا وانا باخد الكورس كده كده بقيت اكل كميه قليله فحجم معدتي صغر، غير كمان ان الفينيل ده يعني ان هو خلاص بيثبت لي وزني ما برجعش ايه يعني مش ان انا كنت حارمه نفسي واول ما هبتدي اكل يبتدي جسمي يخزن دهون، لا الكلام ده ما بيحصلش ونادرا جدا لما بيحصل. وزني بيثبت وما بيرجعش طبعا في الوزن بسبب طبعا الفينيل اللي بيثبت لي الوزن وبسبب ان الاناسيليوم خلاني معدتي حجم معدتي يصغر، فبالتالي حجم المعده لما بصغر انا لما صغر انا ما ارجعش اكل طبعا زي الاول او ترجع شهيتي تتفتح تاني لان حجم المعده صغر معايا. وبعدين يعني احنا دلوقتي لما خدناه حجم المعده صغر معانا فمش هنتخن تاني. مش هيرجع، وطبعا الفينيل قلنا بيثبت الوزن. طيب بس لما الفينيل يثبت الوزن واخس وابقى حلوه وجميله ابتدي بقى انصح الناس بايه علشان يروحوا ياخدوه وهي دلوقتي قالت مفيش اي اعراض جانبيه خالص؟ طبعا دي اعشاب طبيعيه، دي بالعكس الياف، دي بتفيدني اصلا في عمليه الهضم وفي ان انا يعني الناس اللي بيبقى عندها لما بعمل دايت يجي لي امساك، لا الموضوع ده بالعكس بيساعدني في عمليه الهضم، فبالتالي غير ان حجم معدتي بيصغر باكل كميه قليله الحرق معايا بيزيد بثبت الوزن مستحيل ارجع ازيد في الوزن تاني لان انا طبعا خسيت بطريقه طبيعيه. طيب حضرتك بقى تصديقا على كلامك جايبه لنا سكرين شوت من الكونفرزيشن او المحادثه اللي حصلت بينكم وبين المرضى اللي بيتصلوا. هنقول بس ايه اول حاجه حضرتك جايبها لنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا الحمد لله خسيت 8 كيلو ما شاء الله. خسيتيهم بقى في قد ايه؟ في اقل من اسبوعين، في 15 يوم خسيت 8 كيلو يعني بمعدل 4 كيلو في الاسبوع. حضرتك برضو جايبة لنا حاجة تانية. السلام عليكم، أنا وزنت نفسي لقيت نفسي 113 وكنت 119 يعني أنا نزلت 6 كيلو في الأسبوع. وطبعا أكيد بتشجعوهم، أنا عارفة دايما تقولهم عايش وبرافو والحاجات الحلوة دي. حد تاني برضو بيتصل بحضراتكم، خسيتي قد إيه؟ طمنيني وزني دلوقتي 85. طب أنت كنت كام؟ ما شاء الله كانت 100 وخست كده 15 كيلو. هو مش مكتوب في قد ايه، فحضرتك ممكن تفيدينا هي خسرت الكلام ده في قد ايه بقى؟ 15 كيلو في شهر؟ في شهر. ما شاء الله. الناس بتنزل من 10 ل 15 كيلو في شهر. يعني انا ما شاء الله اللي عايز يخس 40 كيلو ممكن يجيبهم في 3 شهور بسهوله، صح؟ أيوة كده؟ من 30 ل 35 كيلو ممكن ناس، بس طبعا بتفرق يعني في ناس بتنزل بسرعه وفي ناس طبعا بتنزل. كل جسم بيختلف عن التاني يعني ما فيش حاله بتبقى زي التانيه، بس كله بيبقى في الرينج اللي احنا بنقول عليه ده. حلو قوي. انا بس عايزه ايه، انا طلعتها بس عايزه اختبرها اشوفها. بعمل كده، هي لو مش نظيفه هيبقى هي لسه ما استوتش، لو نظيفه هتبقى استوت. هي ايه؟ استوت معانا. قولي لي بقى انا عايز اسالك سؤال. انا كنت هسالك سؤال بس وقتنا خلص، معلش المره الجايه بقى ان شاء الله. احنا بنشكرك جدا يا حبيبتي خبيره التغذيه العلاجيه الاستاذه مها عطوه، ميرسي جدا على دايما حضورك الجميل المميز معانا. انا اللي بشكرك والله حبيبتي، ربنا يخليكي. خلاص يا جماعه حلقتنا خلصت، واستنونا ان شاء الله يوم الثلاث الجاي في برنامجكم اكله العيله، مستنياكم. باي باي.